العنف ضد المرأة من أي نوع كان هو انتهاك لكرامتها. تعنيف المرأة خطيئة لا يقرها دين ولا عقل. العنف ممنوع في منطق الإنجيل كوسيلة لحل المشاكل بين الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: ما أكرم المرأة إلا كريم، وما أهانها إلا لئيم. استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. يسوع أنبى من يعنفون المرأة، لماذا تعنفون المرأة؟ أوصيكم أيها الرجال بالنساء خيرا، وخاصة زوجاتكم. بنتأمل إنه هالثقافة تعم المجتمعين.